إلهي سبحانه وتعالى يوم حله تهريه تضمن به إلهي بانو محمد قينا وحن ما أنت هل كان كوكبناينا ونكلو ريجينا هي تحان حملة الوطنية السعودية ونو كانت سدح كن أو راشنا سدح كن أو قيسو راشنا أما سدح كن أو كيشو راشنا متك دون على إلهي أو وكم أنا مسؤول كي هاي شيخنا أو شيخنا فاضل يا مسؤول كا سعد 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 أبو سهيل أنا يا سعد سعد آه سعد بكم مسؤولة يعني كلو ريجني وحنا قوم هذا نقينا وانا قايمين راشن كان سو جوب جوب بوكا كل كان قايمين هني سوونا جوب جوب بوكا ها وحنا قوم هذا نقينا فاني دولة السعودية أو سعد كوكيل ياي راشن كاي نوغو سو دقيم بن آد قوم هذا نقينا dad kii laga soo qaaday ilaahay ha ka jirsiyaan baan leenahay dawladda suuudiga ba dadkii la siiyay ilaahay subxaanahu wa ta'ala baraka u galiyaan leenahay laakiin saacadow maanta kaliya ma dad maanta inta aan ku deynayso wax weeyii waan u magdhabay anagu raashiga wax weeyii waan soo noqnoqota waad aragtay magaaladii waxaan ka codsanaynaa inuu saacadii nagu soo noqnoqdo inuu ceelal keeno inuu waanay keeno maxay hayday dhaamam keeno inuu maxay hayday keeno raashin kale inuu keeno inu waxbarashana keenay baan ka wanaayaan ka codsanayna maadaama uu ka socdo dawladda maadaama uu dawladda ka socdo una heed ka socon uu xukuumadii dawladda ka socda waxaan ka codsanayna dawladda suuudiga ee uu ka socdo inuu indheheega u soo jeediyo gobolka indheheega u soo jeediyo wax liyo wuxuu qaban karaa inuu qabto aad buu u mahadsan yahay waanay sacad isaguna si fiican buu uga qayb galay ee wax weeye isagaan imika ku wareejinaya بل وحو أرانا إياه إياه وحو نقو أرانا إياه تفضل سدح كنو قيس وانك سدح كنو قيس وحوها 8 كيلو بريسة 8 كيلو سنكرة 8 كيلو دقيقة 2 كيلو تمرة إياه عاقد سدح كيلو أو سليدة إياه سمسم إياه كيش سمسمة باعش باعش سمسمة باعش سمسمة باعش سمسمة أنا نس أنا عريس عسيرة إيوها وعوي إلى كونا أنا كأجلس يدك وكقى أنا لقى سوق علي فتفضل يا سعد تفضل تفضل اليوم الرابع عشر من رمضان نحتفل بقدومنا إلى هذه المدينة الطيبة وأهلها حيث احتفلنا مع البعض اليوم في الاستاديوم بتوزيع 3000 سلة غذائية على سلة غذائية رمضانية على 3000 أسرة مكونات هذه السلة هي 10 كيلو سكر و10 كيلو قمح و10 كيلو بريز وزيت وتمر وعصير وحيث أن هذه المساعدات نحاول بقدر الإمكان التخفيف عن أهلنا وأشقائنا في الصومال الحبيبة صوماليا لند ونحن نحب أهلها وهم يحبوننا ونرجو من الله جل قدرته أن يكون شعب صوماليلاند دائما وأبدا في خير وأن يأتيهم الخير من حيث لا يحتسبوا وأن يرفع الضر عنهم وعنا وعن جميع المسلمين وأن لا يريهم في بلادهم وفي بلادنا أي مكروه إن شاء الله نرجو من الله جل قدرته أن نعود مرة أخرى إلى هذه المدينة وأهلها وهم يسعدون بالخير وبالصحة الإمكانيات التي يهبها لهم رب العالمين ونحضر لهم كضيوف نشاركهم أفراحهم ولا وإن شاء الله يجنب عنهم الأتراح يا رب العالمين وشكرا لكم جميعا Ready?